بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. النهارده هنرسم استنسل على حائط زي ما احنا شايفين. كل الشغل بتاعنا بلاستيك سايبس 2000. هنبدأ بسم الله في شرح الدوائر. الاول الدوائر دي مرسومة بقلم رصاص بالبرجل او بخيط، عشان كده ممكن ما تكونش باينة في الفيديو. برسمها وبعدين احددها زي ما انتم شايفين واملاها باللون البني علشان تمشي مع الحائط. الحائط ده يا جماعة تلتينه معمول تنجيد والتلت التاني متساب سادة بيج زي ما انتوا شايفين. بعمل الدوائر ديت يا جماعة باللون سايبس 2000 بلون بني، بني غامق، بحيث ان انا اشغل بيها الفراغ اللي هو البيج اللي انتوا شايفينه دوت. بحدد كويس وخلي ايدي خفيفة وانا بحدد الدايرة، وخصوصا لما اجي احدد الدايره من تحت عشان ما تسيلش معايا تحت. وشايفين دلوقتي ان انا بشتغل طولي طولي عشان ما فيش حاجه تسيل مني وانا شغال بالعرض. بعد ما خلصنا الدوائر هنبدا دلوقتي في رسم ورده على المنطقه دي. بص يا جماعه، انا باخد خط النص. خط النص بتاعي اللي هقسم بيه اللي هقسم بيه الورده. بعد كده بعمل ورقه الشجره دي. دي ورقه اهي، ورقه عاديه خالص، تمام. من الورقة دي وهبدأ، ده النص اهوت عشان بقى بشتغل في النص. باخد الكيرف ده كده واعمل ورقة نايمة، يعني اتجاه السن بتاعها لتحت شوية، والناحية التانية بعمل نفس الورقة المايلة. وعلى فكرة يا جماعة وانا شغال ما بعملش حساب ان انا هداري حاجة، ما بعملش حساب ان انا هداري جزء تنجيد او لا، انا بشتغل على المساحة اللي قدامي. ببدأ ما بين الورقتين اعمل ورقة كمان من الناحية التانية، برضو ما بين الورقتين هعمل ورقة كمان، ما بين الورقتين اللي فوق هعمل ورقة صغيرة، حاجة صغيرة كده، تمام، زي ما انت شايفين كده بالظبط. طيب الورقتين هعمل تقوس من تحت زي شكل الكاس، اسمها الكاسة، الكاسة بتاعت الوردة أو الجزء اللي شايل الوردة اللي متفرع منه شكل الوردة. نبدأ مرحلة التلوين. دايما وأبدا ببدأ بالجزء البعيد يا جماعة في الرسم. بصوا كده، أنا عطيت اللون الأحمر هنا واللون الأحمر هنا، دي أبعد نقطة عن النظر، أبعد نقطة في الورق. بعدين هجيب الأحمر بتاعي وأحط الأحمر، بعدين هجيب الأبيض واشتغل بالورق بالفرشة الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده، بس فرشة الشعر بتاعها كويس ناعمة وتقدر تحدد معايا عشان المساحة اللي معايا كبيرة، وورقة الشجرة أو الوردة اللي أنا برسمها الورقة بتاعتها كبيرة، لازم أشتغل بفرشة أكبر. بعد ما بحط أحمر في الناحيتين وأحط أبيض فوق، ببدأ أسيح اللونين مع بعض، أحاول إن أنا أسيح اللونين مع بعض، تمام. بشتغل بحرص يا جماعة بحيث ان انا مطلعش بره الاطار اللي انا شغال فيه او اللي انا حددته في الاول. بعد كده الاتنين دول، الورقة دي اللي هي اللي تحتيها على طول، بعمل النص بتاعها برضو احمر وبكمل باللون الابيض الجزء اللي فوق. اللون الابيض ولما يكون الفرشة فيها أحمر بتديني معايا لون وردي، لون وردي، يعني ما بشتغلش الحروف ممكن تبقى معايا أبيض، يعني ممكن أول نزلة الفرشة كده تبقى أبيض من على الحرف، ولكن من الداخل هلاقيها قلبت معايا على روز أو لون وردي. بيدي شكل كويس جدا في الورقة. بشتغل زي ما انتوا شايفين كده، بسيح اللونين مع بعض بحيث ما أثرش على اللون الأحمر وما أثرش على اللون الوردي. يعني وانا بحدد بشتغل الاماكن الغامقه الاول البعيده في نص الورقه، بعد كده بجيب اللون الابيض، الابيض خام يا جماعه، والاحمر زي ما ضربناه في الفيديوهات السابقه، عرفنا يعني بندربه ازاي. هنشتغل بيه الاحمر اللي احنا ضربناه ونشتغل بالابيض خام. الابيض يا جماعه ما بضيفش عليه اي ميه خالص.
تمام كده، عملنا الاربع ورقات اللي هما البعاد. اتبقى معايا الورقة الكبيرة دي. بصوا يا جماعة، لما دهنت الاحمر سبت اطراف الورقة، الطرف اللي انتوا شايفينه دوت، التقوس دوت، سايبه فاضي عشان هيجي مكانه ابيض علشان يظهر معايا ويوضح معايا مع الاحمر. الفرشة بقى فيها لون تقيل، بقوم مخففه في المساحة اللي قدامي وابدأ احدد زي ما انتوا شايفين كده. بص، تحديد الابيض عمل ايه؟ فصل الورقة دي عن الورقتين التانيين، وابدأ اخد الابيض اللي انا جبته اللي انا سبته على المساحة وابدأ اسيحه تاني. بصوا يا جماعة، بحدد وانا ماشي كده بالابيض. بصوا، الابيض بيعمل لي فاصل كويس جدا، ويقدر الشخص يشوفها شكلها جميل لانها معزولة عن الورق اللي وراها، ما يكونش في الطرف لون احمر بحيث انه ما يسيحش مع الارضية اللي وراه، وترجع بعد كده تقول ده انا ما بعرفش اسيح الوان. لا، اعزل ما بين الورقة دي والورقة دي بلون تاني. الورقة التانية اهي برضو زي اللي فوق بالظبط. تمام، هجيب اللون الابيض في الفرشة. بص يا جماعة، لما بحدد باللون الابيض وابدأ اسيح اللونين مع بعض، بعد كده احدد اللون الابيض من الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. تمام، وابدأ ادمج اللون الاحمر مع اللون الابيض، هيدي لي اللون الوردي زي ما انتم شايفين كده. كده فاضل الورقة والكاسة وقلب الوردة. بص يا جماعة، ما بجيش ناحية أطراف الورقة، برسم في المنطقة اللي في النص بس. بعد كده بجيب اللون الأبيض، ودايما ببدأ بسن الورقة، ما بجيبش من الآخر، بجيب بالسن عشان يتسوق معايا ويتحدد معايا كويس، بيبقى اللون معايا كتير. ببدأ أسحب الفرشة معايا كويسة. الفرشة دي يا جماعة اسمها الفنار، فرشة اللي انا بشتغل بيها دي اسمها الفنار. فرشة دي شعرها ابيض او كريمي كده بيج. الشعر بتاعها كويس جدا، يعتبر خامته طبيعية الى حد ما، ولكن مع الشغل بتاعك بينعم. هي الفرشة بتتهلك بسرعة، او يعني من الشغل بتبوظ معاك بسرعة، ولكن بتديك نتيجة كويسة جدا مع اول شغلانتين تلاتة اربعة في البدايات كده. هتلاقي الفرشة اشتغلت معاك ممتازة جدا، ولما بتستوي بتشتغلها انت في حاجة تانية برضو. نيجي للكاسة اللي تحت ديت، زي ما انتوا شايفين برضو طريقة تلوينها، برمي اللون الأبيض فوق، واللون الأحمر في الكاسة من تحت. اتبقى معايا الحتة اللي في النص، القلب بتاع الوردة. قلب الوردة هنجيب له لون أصفر، أصفر نص لامع. تمام، اللون الأصفر النص لامع، وهديله ضربات باللون الأبيض بحيث يبان إن هو، شايفين اللون الأصفر أهو باين معانا، حدد كويس من فوق اللون الكاسة اللي تحت دي. تمام، وأبدأ أعمل الدوران بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، واملى المساحة اللي قدامي بالبلاستيك النص لامع زي ما انتم شايفين. بعدين اجيب اللون الابيض على سن الفرشة وابدأ ادي ضربات على حرف اللون الاصفر. بصوا يا جماعة، ضربات متفرقة كده كأنها عشب، يبان ان هي فيها وبرة كده، او يبان ان هي القلب بتاع الوردة وفي النقشة بتاعته. الورقة بعد ما خلصت هبدأ اعمل الستنسل بتاعي بالفرشة بتاعتنا. الستنسل ده يا جماعة ما بحددش ايه نوع الفرع اللي هيترسم ولا ايه شكله، ولكن انا بشتغل الفرع زي ما انتم شايفين كده على الحدود ما بين البيج والتنجيد،
وبعدين اوزع منه فروع ايا كان شكل الفرع بقى معايا، احاول اوزع فروع واملى المساحة اللي قدام، وفي نفس الوقت ما املاش المساحة كليا، انا بسيب جزء من شغل التنجيد بحيث ما اثرش على شغل التنجيد، وفي نفس الوقت شغلي مركون برضو في مساحته وما يأثرش إذا كان في شاشة هتتحط أو أي حاجة هتتحط في المنطقة دي، ما يأثرش عليها في أي حاجة. بس كل اللي بعمله إن أنا وأنا بشتغل في الستنسل بحدد الحاجة اللي هرسمها الأول كده وبعدين أملاها. فروع الستنسل يا جماعة، بعملها باللون الأسود المنطقة اللي تحت ما بهتمش بيها قوي، بخلي فروع كلها في المستوى المرئي أو اللي متشاف، في نفس الوقت أحاول أبعد عن الدوائر لأن الدوائر دي هتعمل عليها شغل تاني باللون الفضي. تمام، وادي ورقة للستنسل، حاول أوزع فروعي إنها تملى المساحة اللي قدامي. تمام، المنطقة اللي فوق طلع برضو منها فرع، وللأسف الكاميرا ما كانتش جايبة الجزء اللي فوق، أبدأ أوزع الفروع بتاعتي. والنهايات الستنسل يا جماعة بتبقى حاجات رفيعة، ما بحاولش اخليها حاجات تخينة، ممكن ورق شجرة، فروع صغيرة، ورق صغير. تمام، ممكن اطلع فرع هنا، كده الجزء اللي عملناه فوق يا جماعة ظهر اهوت، ولكن للأسف ما كانش باين في الشغل. بعد ما خلصت الفرع هبدأ أعمل واجيب اللون الفضي، نوع اسمه تريكس، اسمه تريكس زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. النوع ده جميل جدا وبيستر على أي حاجة. طبعا النبرتين اللي احنا بنعمله دلوقتي شرحناه في الدرس اللي فات وقلنا بيتعمل ازاي، وواحدة واحدة هتتدرب بيه على الفرشة بتاعتك أو على ورق، على حيط، على أي حاجة، وممكن تعمله على أي حاجة يشتغل معاك. زي ما انتوا شايفين أنا بملى مساحة البن اللي قدامي بأي حركات لشغل النبرتيه دوت أو فرع الشجرة دوت، هيدي معايا شغل كويس جدا وشكله جميل جدا، الفضي مع البني، البني الغامق المحروق. أبدأ أوزع نفس الحركة دي وأشغل الفارغ بتاعها بأي ضربات زي ما انتوا شايفين كده. الفضي ده يا جماعة اسمه فضي تريكس، اسمه كده، مش فاكر مكتوب عليه سي ام بي او هو تمن، في منه تمن وفي منه كيلو، ومش غالي على فكرة، رخيص، ودرجة الفضة بتاعته كويسة جدا، ما هياش سيلفر قوي. اللون الفضي بيستر حتى لو على اللون الأسود هتلاقيه بيستر معاك. تمام، زي ما انتوا شايفين بملى الفراغات بأي حاجة، ممكن نقطة أو خط كده بالفرشة
بحيث ان انا املى الفراغات، اخلي الفراغات كلها شبه موحدة. ودي كانت نص دايرة على بداية الفرع، بعمل حساب ان هي تبقى موجودة. تمام، ابدأ ادي لو اي ضربات كده في اي اماكن بحيث يظهر معايا ان المكان كله مشغول. ممكن تعملها في السقف، ممكن تعملها على عمود، ممكن تعملها على ارج، تقدر تعملها على اي حاجة. ودي هتلاقوا شرحها يا جماعة في الفيديو اللي فات. هنكمل نفس الدوائر اللي معانا ديت بنفس الطريقة. تمام، درجة الفضة دي يا جماعة درجة جميلة جدا، بشتغلها في معظم الاستنسالات. لو الحيطة مثلا سودة أو عمود أسود، أو مثلا ممكن أدخلها مع الشغل الأبيض برضو، بتشتغل على أي حاجة معايا. نفس الفروع ونفس الحركات بنعملها على جميع الدوائر اللي موجودة. مهما كانت المساحة كبيرة، ولكن هي تحتاج منك شوية صبر. وبمجرد ما تعمل حائط أو حاجة واحدة هتلاقي دخلت على الفرشة. الفرشة دي بتاعت الاستنسالات يا جماعة، هي دي اللي أنا شغال بيها رقم واحد. اللي معايا دي في إيدي دلوقتي تلات أرباع فرشة، تلات أرباع مش رقم واحد. رقم واحد أتخن شوية. رقم واحد اللي أنا كنت شغال بيها في الستنسل الأسود اللي قدامنا ده. ولكن توزيعة الجنب نفسه يا جماعة بتحتاج منك تركيز شوية في البداية. طب يا رب أنا هعمل إيه في الأول؟ طب شكل الفرع يبقى إزاي؟ طب أخلي الراجل النقاش اللي شغال يعمل جنب التنجيد يقف لحد فين ويشتغل لحد فين؟ أنت بتبقى منسق معاه لو أنت رايح شغل أو حاجة، او انت اللي هتعمل التنجيد. لو انت اللي هتعمل التنجيد خد كيرف، اي شكل كيرف، وكده كده خط الستنسل هيمشي عليه. ممكن تعملها في نص الجنب لحد نص الجنب، ممكن تعمل التنجيد ده شوية قليلين جدا في الجنب، وممكن ما تعملش التنجيد خالص وتعمل جنب غامق، نص الجنب غامق ونص فاتح. دي حرية شخصية ليك وتقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. ولكن اللي بتبقى معاك لمساتك انت في توزيع الستنسل او الدوائر او المكملات بتاعة الستنسل عشان يطلع بشكل كويس وشكل جديد وفكرة جديدة. وكل ما كانت افكارك جديدة كل ما كان شغلك مميز. بنبدأ نملى الفراغات اللي قدامنا يا جماعة بلون بيج، نفس لون الحيطة ولكن اغمق سنة، حطيت عليه شوية بني زي ما انتم شايفين كده. هو ممكن ما يبانش في الشغل، ولكن لما بينشف هيظهر. لو شفتوه بعد ما ينشف هيظهر يا جماعة. نفس الحركة اللي احنا عملناها في الدرس اللي فات عملناها في الشغل هنا. اقدر اعملها انا وانا شغال، ببقى شايف الحركة دي، وبعد ما بتنشف بتبقى حركة هادية وخفيفة، وفي نفس الوقت تبقى انا شغلت بيها المساحة الفاضية اللي قدامي، يبقى انا برضو ظهرت ان انا عملت شغل كتير في الجنب. وهتدي معاك شكل منسق جميل جدا، يعتبر نفس الدرجة بتاعته، نفس لون رش التنجيد تقريبا او افتح شوية. ممكن تكون باهتة شوية او باينة او مش باينة في الفرشة، ولكن لما تنشف هتظهر معاك في الشغل. بص يا جماعة دي درجة الفضي معانا اهي، والفروع والوردة. واشوفك على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.